الطاقة العامة لبرج الثور بالفترة الحالية، يعني أشوفك أنت طلعت لك طاقة ذا إمبرور. أنت نوعا ما بهاي الفترة اللي عدت وحتى الفترة اللي راح تجي الطاقة راح تستمر وياك شوية، أشوف عندك إعادة سيطرة على أمورك بصورة عامة بالحياة، على حياتك أكو عندك إعادة توازن، أكو عندك سلطة، أكو عندك سيطرة على الأمور، دا تحاول تسيطر على هواي أمور بهاي الفترة وعندك نجاح طبعا بيها. البعض من عندكم أشوف عندك طاقة عناد على الصعيد العاطفي، أكو طاقة عناد، أكو طاقة سيطرة، أكو شخص أشوفه رحل من حياتك بهاي الفترة، صار لفترة انسحب من حياتك فجأة طلع من عندها بدون مبررات. هذا الشخص ممكن أنت تكون كانت عندك أوهام اتجاه شكوك قلق، شوف هذا الشخص انكشف على حقيقته، اوريدي مكشوف او راح ينكشف، اكو خبر راح يصير بخصوص شخص طلع من حياتك فجأة بدون مبررات. هذا الشخص انا اشوف علاقتك بيه كانت بيها نوع دائما من تبادل الاتهامات سواء منك او منه، دائما كان اكو اتهامات بيناتكم من الطرفين، عدم ثقة موجودة بيناتكم همينة. اكو شكوك ومخاوف عندك اتجاه هذا الشخص، شوف عندك اكو خبر صار عندك وضوح او راح يصير تواصل بينك وبين هذا الشخص، التواصل راح يكون بصراحة، اكو كلام متبادل راح يكون هنا بيناتكم موجود، اكو صراحة، اكو كلام، اكو قرار راح تتخذه انه تقطع هذا الشخص من حياتك تماما من بعد انسحابه المفاجئ، وهذا الشيء كان مسبب لك قلق، مسبب لك تعب. اشوف انت بالفترة الحالية عندك قاعد يعني نقول قاعدة ترقب، انت مترقب الامور، قاعدة تحاول توزن الامور، تباوع للامور من بعيد، صاير عندك بعد نظر، اكو وجهات نظر جديدة قاعد بلشت تفتح عندك بهاي الفترة. بصورة عامة اشوف اكو راح يصير عندك وضوح بخصوص هذا الموضوع اللي شاغلك صار لفترة، ممكن يكون بخصوص شخص، اختفاء شخص من حياتك ومغيبة، اشوف اكو عندك وضوح راح يصير، اكو عندك تفاؤل راح يرجع لحياتك. هذا الشخص اشوف كانت عنده نوع من الكذب والتلاعب والخداع، طاقة الخداع، بس هو انسحب، خاصة اذا كان هنا طالع يمي برج ال انا جاي اقول برج الحمل بس قلت الثور، ممكن يكون هو نفس برجك، من نفس برجك برج الثور، او ممكن يكون برج الحمل، وايضا هاي الورقة ترمز البرج الجدي، فأيا كان الشخص اللي تتعامل وياه سواء كان طاقته ترابية مثلك أو حتى طاقة نارية، أكو وضوح راح يصير عندك بخصوص هذا الشخص. موضوع صار لك فترة شاغلك هذا الموضوع، قاعدة وايد تفكر بيه، كانت أكو عندك يعني أوهام وشكوك اتجاهه، أوهامك راح تتأكد، انكشاف الأمور، استعادة للسيطرة على أمورك بصورة عامة بهاي السنة راح تكون موجودة، أكو عندك فرصة جديدة، عمل جديد، أو حتى مبلغ مالي كنت منتظره صار لك فترة، اشوف اكو فرصة مالية جديدة او عرض عمل، هذا العرض راح يكون قوي جدا وراح يحسن من امورك المادية بصورة كبيرة ان شاء الله. الايس هي بتعني يعني ورقة البدايات، وايضا انا ما هي اول ورقة من اني دا اقلب الاوراق طفرت لكم، فعدكم تواصل يخص فرصة عمل جديدة او مبلغ مالي، تواصل صار لكم فترة منتظرينه، راح يتم هذا التواصل بينك وبين هذا الشخص اذا كنت منتظره، او حتى ممكن يكون هذا التواصل مفاجئ وراح تجيك يعني فرصه عمل حلوه اشوفها لك، فرصه عمل كلها خير، بدايه رزق جديد ان شاء الله، او حتى مبلغ مالي كنت منتظره. البعض منكم ممكن يكون كان منتظر مبلغ مالي على شخص، اشوف هذا المبلغ ان شاء الله راح تسترده. فحكينا على الطاقه العامه، خلينا هسه نبلش نقرأ بصورة بالتفاصيل أكثر على الصعيد العملي. مثل ما قلت لكم هنا أنا طلعت لكم ورقة البداية، عندك أيس بأيس، الأيس المادية، وهنا أنا أيضا أيس ثانية بالعمل، عندك بداية جديدة، عندك عمل جديد، أكو هذا العمل راح يغير من حياتك تماما إن شاء الله بهاي السنة، راح يخليك تستعيد سيطرتك على أمورك المالية من بعد تعب ومسؤوليات وحمل، وكانت أوضاعك المالية كلش متعبة، العمل اللي كنت بيه كان متعب جدا، ممكن يكون عندك هنا هاي أيضا تعني ورقة التنقل، ممكن يصير عندك انتقال بالعمل من عمل إلى آخر، طبعا ممكن تكون نفس هاي الفرصة اللي قلت لكم عنها بالبداية اللي اجتكم بداية السنة، هاي الكلام اللي أقوله هذا راح يكون بداية السنة، فأشوف بداية السنة عندك عمل جديد،
راح تبلش عمل جديد. العمل ممكن يكون بيه تعب شوية مجهود، ولكن العائد مالته مرضي، لأنه أشوف أمورك المالية راح في تحسن ملحوظ، أكو تحسن ملحوظ بيها، وراح يصير عندك نوع من استعادة السيطرة على أمورك المالية من بعد فترة مريت بيها بأزمات مالية هواية. أمورك المالية كانت متعبة، الناس اللي كانوا حتى ما يشتغلون أشوف أكو فرصة عمل جديدة لهم راح تبلش من بداية السنة، راح تكون موجودة، والعمل هذا راح يكون بخير إلك وبيه تحسن، راح ينقلك من مكان إلى مكان هذا العمل. بعض منكم عنده انتقال بالعمل من مرحلة يعني شو من مرتبة إلى مرتبة أعلى، سواء كانت ترقية، إذا كنت منتظر ترقية أشوف هاي الترقية موجودة إن شاء الله بداية السنة. البعض منكم ممكن يكون راح تجي فرصة عمل، بس هاي فرصة العمل راح تكون بها تنقل من مكان لمكان، أو بها سفر، ممكن تكون بغير مكان، بغير دولة، بغير محافظة، أو ممكن حتى تواصل يجيك من خارج الدولة، شخص راح يساعدك بموضوع عمل. أموركم المادية أشوفها كلش راح تتحسن بهاي السنة إن شاء الله من بدايتها، لأنه هي طاغية أساسا، يعني الطاقة الترابية هي طاقة المادة، ماخذة حيز من القراءة. فأشوف البعض من عندكم عنده انتقال من عمل لعمل، البعض منكم راح يترك عمله وينتقل لعمل ثاني، وعندكم يعني ترقيات بالعمل راح تبلش من بداية السنة إن شاء الله. وأكو بشارة حلوة، الناس اللي منتظرة مبلغ مالي صار لها فترة، أشوف المبلغ راح يوصل إن شاء الله بداية السنة همينة. أما بالنسبة للوضع الصحي، أشوف عندك شفاء من بعد مرحلة يأس مريت بيها، كان عندك وضع مالي، وضع العفو صحي، طبعا طاقتك مالية كلها، فقعدت توصلني حتى مداحتي قاعد تطلع لي الطاقة المالية. تفكيرك هواي، تركيزك على الأمور المادية راح يكون بهاي السنة، بس إن شاء الله أكو تحسن. بالنسبة للوضع الصحي، أشوف عندك شفاء من بعد أزمة مريت بيها، أزمة صحية كانت موجودة متعبتك، ممكن تكون بالأقدام، البعض من عندكم كانت عنده مشكلة بالأقدام. أشوف أكو عندك استعادة الأمور، يعني استعادة للصحة، أمورك الصحية أشوفها في تحسن إن شاء الله ملحوظ، وعندك استعادة على سيطرة على الأمور، يعني صحتك بصورة عامة دا أشوفها زينة، بس احذر شوية من المواضيع اللي تخص الرجلين والركبة، يعني إذا كانت عندك مشكلة بيها حاول إنه تستشير طبيب، بس الأمور ما تخوف إن شاء الله، الأمور يعني تمر على خير بهاي الفترة. بالنسبة للأوضاع العائلية، أشوف أوضاعك العائلية أيضا راح تكون شوية عندك نوع من السيطرة عليها، تسيطر عليها. بعض من عندكم كان عنده زعل بالعائلة ويا شخص من العائلة، ممكن يكون الأب، ممكن يكون الأم، أو حتى ممكن تكون الزوجة أو الزوج، لأنه هي هاي أمور عائلية، يعني هاي طاقة خاصة بالعائلة. أشوف الأمور بيناتكم راح تتحسن، أكو تغييرات على الصعيد العائلي راح تكون موجودة، عجلة الحظ وياكم، تغييرات طبعا للأحسن. البعض من عندكم عند انتقال من منزل إلى منزل آخر، أو حتى ممكن يكون سفرة عائلية راح تكون موجودة، بس هنا الموضوع يخص العائلة. فأشوف أكو تحسن بالوضع العائلي، أكو حلول هواية المشاكل كانت موجودة بالسابق مأثر عليك أنت وشخص موجود أيضا من العائلة وياك، كانت بينك وبينه مشاكل، بس أشوف أكو ترويض، أكو مصالحات إن شاء الله راح تقدر إنه تقنع هذا الشخص، خاصة إذا كان يعني أكو متزوجين، بالأخص إذا كان أكو انفصال وكان أكو طرف من الطرفين معارض موضوع الرجوع. أشوفك راح تستعيد السيطرة على أمورك العائلية، وراح تستقر، عندك استقرار على يعني الوضع العائلي باستقرار ده. أشوف إن شاء الله الأمور راح تتحسن بينك وبين الناس، بين العائلة، المقربين من عندك. أكو دا أشوف عندك نوع من الصداقات الجديدة، أكو أشخاص راح يدخلون بحياتك وراح تكون صداقات حلوة بهاي السنة إن شاء الله. هذولي الأشخاص اللي راح يدخلون حياتك أشوف إن هم راح يساعدوك هواية بهواية أمور، مو بس كصداقة، وإنما راح يحسنون من أوضاعك، يساعدوك، يقدموا لك المساعدات بهواية مجالات. أما بالنسبة للوضع العاطفي، البعض من عندكم كان مار بزعل بينه وبين الشريك، طبعا هاي بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين، كان أكو مشاكل، أكو تجريح بالكلام بيناتكم، هذا الشيء مسبب زعل، عندك شوية كاسر خاطرك يعني شريك أشوفك، بس أنت مراقبة بالفترة الحالية ومنتظر من عنده خبر، ده تباوع له بكل حب، منتظر إنه هو يجي، منتظر مصالحات بيناتكم. أكو دا أشوف مشكلة كانت صاير بيها التجريح بالكلام، صاير بيها هجوم، نوع من الهجومية سواء كان منك أو من الشريك، بس المصالحات موجودة. البعض من عندكم ممكن كان صارت مشكلة بينكم وبينه، وطلعتوا انتوا الاثنين خسرانين من هاي
العلاقة أو حتى هاي المشكلة والزعل صار، بس أكو مصالحات أشوفها إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي منفصلين أشوف أنت مقيد، بعدك مقيد بهاي الأوضاع. أول شهرين من السنة راح تستمر مقيد نفسك ومنتظر رجوع الشخص اللي منفصل عنه، رجوع الشريك إلك، بس الرجوع أشوفه متأخر، راح يتأخر هواية بعد. وأيضا انه انت اساسا التحديات اللي قدامك انه انت تنهي صفحة، فالمنفصلين اللي منتظرين رجوع اشوفوا الرجوع بيناتكم صعب. عندك بدايات جديدة، عندك عروض جديدة بالحب، لا تحاول تقيد نفسك بهذا الشخص. انت اشوف متقيد بالفترة الحالية بافكارك باوهامك بشكوكك، فحاول انه تتحرر. انت هنا عندك ورقة القيود وبالتحديات طالعت لك ورقة التحرر، فانت لازم تتحرر من هاي العلاقة اللي مقيتك ومتعبتك صار لها هواية، وانت منتظر رجوع وتريد ترجع. انت عندك تعب، عندك قلق، عندك تفكير، نفسيتك تعبانة. اكل بعض من عندكم راح يعني يدخل مرحلة ديبريشن شوية، يعني اكتئاب، بس اشوف الامور تتوازن بعدها تعدي ان شاء الله. عندك فرص جديدة، فحاول لا تظل مقيد نفسك بهذا الشخص. اطلع وجهات نظر، يعني وجهات نظر جديدة. شوف، ركز على شغلك، إذا كان عندك شغل حاول إنه تبدأ بدايات جديدة، تفكر بشكل إيجابي، ابعد هذا التفكير السلبي عنك. المنفصلين أوضاعكم دا أشوفها كلش يعني تعبانة، وعندكم قلق وتفكير. حاولوا إنه تستعيدون التوازن وتتفائلون، ويقولون رب العالمين ما يسد باب إلا ما يفتح باب. فإنه هاي العلاقة القديمة، الصفحة اللي موجودة، اتركوا هذا الشخص المتعب اللي دائما يجرحكم بالكلام، كان وعوده فارغة، اتركوه. حاولوا تبدأون بداية جديدة ان شاء الله، والبداية راح تكون بصالحكم. بالنسبة للمنفصلين، الرجوع ده اشوفه بالفترة الحالية معلق، ماكو رجوع، بس اكو بدايات جديدة. اما بالنسبة للناس العزاب، العزاب اشوف اكو تغييرات راح تصير بحياتكم. اكو شخص راح يدخل حياتكم فجأة، هذا الشخص راح يقلب حياتكم، راح يقلب التوازن عندكم. ممكن هذا الشخص يكون من برج القوس او برج الاسد. هنا أنا برج القوس متكرر مرتين عندي، وبرج الاسد ايضا. هذا الشخص اشوفه راح يرجع التوازن، يرجع التفاؤل لحياتكم، راح يغير من حياتكم. اكو شخص راح يدخل حياتكم راح يغير لكم اياها، راح تنمي لحياتكم حب، بدايات جديدة. راح شوية يصير عندكم نوع من التفاؤل، السعادة الداخلية. هذا الشخص دخوله بحياتكم راح يكون مفرح جدا لكم، وأيضا راح يحسن من أوضاعكم. بالنسبة للعزاب دا أحكي هنا، وحتى اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة وما دخلوا بعلاقة جديدة، أشوف أكو علاقة جديدة راح تحسن الأوضاع، راح تقلب موازينكم هاي العلاقة، والعلاقة بيها استقرار، وعلاقة ممكن تتطور وتوصل إلى زواج. حتى بالنسبة للمرتبطين أشوف أنه المرتبطين وبخصوص مواضيع الزواج والارتباط، بداية السنة شوية راح الموضوع يتأخر، بمماطلة راح يكون، وموضوع يعني معلق صار لفترة. أشوف الارتباط بينكم إن شاء الله موجود، ولكن ياخذ فترة، مو بداية السنة، نقول أول 4 أشهر من السنة الموضوع صعب، بعدها الأمور تبلش تدريجيا تتحسن. يعني من نهاية السنة إن شاء الله أشوف أكو لكم زواج. بالنسبة لبعض من المرتبطين اللي صار لكم فترة أمركم معلق، وأنتم بلشتوا أصلا تيأسون من الموضوع، موضوع الارتباط، ولكن راح يصير فجأة هذا الارتباط. البعض منكم ده أشوفه سلم أمره يعني رب العالمين، وقال هو اللي يصير يصير، فهذا الشيء صحيح، توكلوا على الله وتركوا أموركم، والأمور إن شاء الله تتحسن، ماكو شيء يظل على حاله. بالنسبة للمرتبطين، البعض من عندكم قلت لكم لا، شوفوا الأمر شوية معلق موضوع الارتباط بالفترة الحالية، ولكن يتأخر وبعدها يتم إن شاء الله. المهم يعني هو